إديسيون يونسي يقدم الشيخ محمد يونسي لقصاصبة أبو بكري حسن وسلمى مصطفى آلة القلال يوسف الوهراني بحضرات الشيخ محمد السلمي. قولي يا سامعين الوحده الوحيد الهيد ديا ان صلوا عليه وطاهر القميص الامين محمد النبي شارع الاديان ارضوا على واصحابه اللي نصروا الدين ابو بكر وعمر وعثمان واحد دوار مع السته اللي باقين سعيد والسعيد وعبد الرحمن يا أفطين عظمى شيب من هالسود يذكان ساعة النبي رسموها المؤلفين رجل في بلاده قالوا عريان تروح للبحار يسيد بذن الأمين يدي الحب من ناقوت الصبية أهان اليوم روح الأندروز الشطة البحر طلوا ربي جاب المرصى والقاشي هيا مفروز وصل بالعزم ربدو صبح جاب عجبنا نبي الله معزوز وفاج النبي لنوح وغاب ابقى فواس فينا باقي مهروز ارشلوح دخله المدعى اليوم وفاه الأندروز القهكا وان ربي دار السباب افدو علقوا في رسولك الحزين قدس عايته هو لا فرحان هو يبيع والخلق منه راهبين دار المحاول والعسكر والقمان جبل النار نسيه الها ومزيرين راحق بوارهم دخلوا للسلطان قالوا له انت يا راك من الهانين احنا راه سطع لنا ثباء الملكان واحنا يا رانا ضايعين ما صبنا واش باش نكافوا الصبيان الملكان واحنا يا رانا ضايعين ما صبنا واش باش نكافوا الصبيان بالبرية لك الملك قدها الوزير خرشة في الصور حين القاه قال له ربي يديك ظلم كبير هذا وسيط الزهور في الاسماء وين هم له القال عليك دبرك تقول لهم يا سلسة الملك حتى الوزير خرشة في الصور حين فقاه قال له ربي يهديك ظلم كبير هذا وسيط الزهور في الاسماء وان حمله القال عليك حين فقاه والاثنين ضحوا متشادين قسم قسيم ودرك خبره ما بان شارع لوار هيا طاعة له كاملين بذرع الطنصر وصبح سلطان عطوا له الكرسي وضحى من الباسطين حتى شفوق راسه يشعل ضوياء اللي سكوى مساده يضحى من الطافحين وين يروح يسوى في ربع ركان اللي يكون ساده ناقر من التاليين وين يروح باخس ما عنده شأن.
قلت وانش مثلي في الميزابار واحد اليوم ولا ليه الوزير قال له كواين الرجال الوطار ثم تلقاه منا في الحرب تهير الرجل واسمع عليه يطار إلى كون يمشي في القومة غير يا ويلة صيوح يا زمزيش الكفار إلى كون يمشي في القومة غير ويلة صيوح يا زمزيش الكفار قل له كف بركة يا ذي الوزير وقل رواق غلط خرجت العار إلى قتلت إذا بن عم البشير يا وانت نعود بك تضحى في زيار هذا الغزوة صارت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأندروز اللي تجبر في الأرض بحجاب نبي الله نوح معزوز وكاتبينها الملائكة بالسوريانية وبقت سفينة لوش بالبحر ورشا الحوت يا معشر الإسلام أرشا اللوح وبقى الحجاب من البحر للبحر اللي احتصبوا الأندروز هذا كان حواد رفدوا دارو في راسه وتجبر في الأرض ولا يقطع للناس طريق في جبل النار وتجبر وتغى لكن رب العالمين نهار اللي بغى يدير السبب جعلوا على سبب واحد المرأة عربية هذه المرأة مسكينة الرجل نتاعها مات يا إخواني وخلالها زوج وليدات صغار يتامى اشتغلت بحب محمد صلى الله عليه وسلم ونوات تزور مقام رسول الله دارت هدية في ظهرها اشتاف الهدية هذه نصيب من الحليب ونصيب من الدهان وشدت وليد بليد وليد بليد وجات خارجة في يدي الله مقصودها بمحمد رسول الله هذا الملك عنده واحد الوزير جساس هذا الوزير كان برا هذا النهار شاف هذا المرأة وقفل على عوده وكلم هذا المرأة بصوته قال يا مرأة مينك أنت قالت له أنني عربية من صحاب محمد رسول الله عربية في راكي ماشي هذا العربية قالت له راني رايحة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هزيدي معايا الدهن الأندروز فلما دخل عليه صابوا فوق كرسيه نهب يصفار قال له هذا المرأة قال له هذا عربية مقصودها بمحمد كل ما هذا العدو انت عربية و اشتافي ظهرك قالت هذه هدية لما انت هديها قالت له هديها لي حبيب محمد رسول الله قال لها لا انا نستاهل الهدية اللي في ظهرك اعطيها لي نكتب الخط لي بنتاعي فين تمشي نسبع لي ما تقابلش قالت له لا ماشي لي اجلك جبتها لي اجل محمد رسول الله اخواني قال لها ما بغيتش غادي نذبح ولادك بزوج قالت له الهدية اللي جي على الخاطر راني ما نعطيها لك ولا على السيف انا امرأة وانت رجل الهدية كون كاني ما اديهاش غضب غضبة الأنكار هذا الأندروز وقف وصبح هذا المرأة بسقلة داخل قابت على الوجود طاحت للأرض أمر على الوليدات هم ذبحوا على صدرها بزوج احنا الولد الأول صبت للقضاء اللي رضى الله ولا زاد الأخرى عيد صبرة وكاتب العيان وتغاشت فلما فاقت يا معشر الإسلام قال أنوض يدي الخبر محمد وقل له يجي يخلف لك الصار قالت له بشرط يا عدو الله إلا تعطيني الرأس نتاع أولادي نديهم معايا ما سخيتش نمشي ونخلي رأس أولادي من ورايا قال لها هدي بالك يشوفوا محمد ويجي يخرب لك الصار هو البعيد قال راه يدور على خصام محمد ليل ونهار طمت وقت بسم الله رفدت الرأس وراها غادية وتبكي مع الطريق وترغب في رب العالمين أسمع أخويا أشتغل نخبرك أنا واحد اليوم عربية بولادها اثنين الوزير شافها جاسة مقع عجلان وصلها لعنده قال لها انت منين اسم رفدة في ظهرك ملان الحليب ودها للشافع المؤمنين
والد الهدية لطه العدنان أعطيها لي راكي تضحي من هانين منا نسلك تضحي في الأمان أعطيها لي راكي تضحي من الهانين منا نسلك تضحي في الأمان إلا ما بغيتيش ولادك في اثنين نهر قدمهم يضحوا في الكفان يذبح ولها حطها لها على اليمين صبرت للقضاء كيراد الرحماوان ولا زاد الاخر ضحى ومسندين اشلو على ضها وخراس اللسان عينيها البال وضحى ومغربين وتغشى حتى يخسك ران صحشت سالمي يذبح ولها حطها لها على اليمين صبرت للقضاء كيراد الرحمن ولا زاد الاخر ضحى ومسندين اشلو على ضها وخراس اللسان عينيها ذبل وضحى ومغربين اتغشى حتى يخسكران فاقت قعدوها تجبرهم طايحين فقط لو اعطيني ذوك الرصاوان مشات ربدتهم ودمهم سايلين والضار العقل والجد تهمان مشات ربدتهم ودمهم سايلين والضار العقل والجد تهمان حين تصح يجمد لبكم ولا تقين ببكاها الضوب الصمات اليان يا تقول يا الله يا نعم المجيب استجب للداعي لا دعاك اطول الارض علم الغيب مهموم خاطري راني في الهلاوك نوصل النبي برد اللهيب يا ربي دار ليها سبب سلاوك قلنا يا إخواني هذا المرأة لما جات خارجة وتبكي وتطلب في رب العالمين يا ربي لا ربي نسواك أطول القرض يا رب العالمين نوصل لمحمد رسول الله هلا وعسى يا ربي تبرد هذا اللهفة اللي في قلبي يا ربي أنا قلبي حطرق الله تعالى مخبته خفية استجبي دعائها وطولها الطريق طي الكتاب وصلت للمدينة المنورة فلما وصلت قدمت قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفت يده الشريفة وما باش تغير لونها وجدت الهدية اللي في ظهرها مكنتها للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بسم الله قرأ كلا نصيب من الدهان ونصيب من الحليب وارسل للحسنين صغيرين أولاد فاطمة الزهراء الحسن والحسين جاءوا يتابعون عن جدهم فلما حلت عينها أرات الحسنين صغيرين فكرت مسكينة وليداتها لما كانوا يتبعوها من كانوا على قيد الحياة آيات ما تصبروا فاضوا عينها من الدموع وبكات حتى غشات قعدها محمد صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فقال لها من بكاك قالت له يا حبيبي يا محمد لو كان نحكي لك السر اللي صرت بيا الله ربنا بعلم بعلمه تبكي انت بنفسك يا محمد هما سربية هما سربية وبقت تقصص قصة انتها كيسر لها من الأول حتى التالي ومن بعد ذلك جبدت الرصام مطليين بالدم وحطتهم قدام النبي بكى محمد صلى الله عليه وسلم وبكاوا العرب وتنكد الإمام علي وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الإسلام كفنوا هذا الروس ودفنوهم كفنوا الروس ودفنوهم وقرأوا عليهم سباحة والرحمن وقال صلى الله عليه وسلم من يهون عمرو لله في سبيل الله يخلق الثار نخلتكم ورم يتهزموا هنا ركبت 1000 فارس فالمركبة 1000 فارس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليهم عمار بن الخطاب اللي عصى عمار عوض اللي عصاني أنا واللي عصاني إديسيون يونسي يقدم الشيخ محمد يونسي لبصصبة ببكري حسن وسلم مصطفى آلة القلال يوسف الوهراني بحضرات الشيخ محمد السلمي Oh,
نبدا قولي يا سامعين الوحده الوحيده الحيب ضياء صلوا عليه وطاهر القميص الامين محمد النبي شارع الاديان ارضوا على واصحابه اللي نصروا الدين ابو بكر وعمر وعثمان وحيدر مع السته اللي باقين سعيد وسعيد وعبد الرحمن من دعذن والليل الغزوة يا أفطين عظم شيب من هالسود يذكان ساعة النبي رسموها المؤلفين رجل في بلاده قالوا عريان